أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هذا الحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم؟ قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله؟ هذا ما هو صحيح، هذا من أكاذيب الشيعة والرافضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب ليس الفضل. من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات يكون كمن قرأ القرآن كله؟ هذا ما هو صحيح. نعم.